مجرب حلم نحنا وين ونحنا مين قولك غلط نحنا والله مظلومين عم جرب حلم نحنا وين ونحنا مين قولك غلط نحنا والله مظلومين يمكن ضيعتنا يلي ربتنا حكمت علينا بالوهم نبقى مساجين بعتذر أهلا وسهلا. واعي بكير؟ ما عندي وقت ضيع. كريستينا بعدها نايمة، فاتت أمها توعيها. عود عمي عود، عود اشرب قهوة. كريستينا كيف يعني منا هون؟ البنت قالت لخيا يوصلها لعند عمتها رحيل امبارح بالليل. قال بدها تقعد تفكر لحالها شوي. معلش ابني طول بالك علي، بس نهار وكل شي بيصير على المزبوط ان شاء الله. بركي راح تشهد علي بالتحقيق حتى تخلص هيدا حبيبها المسلم. اذا عملت هيك انت شهد ضدها وانا بوقف معك كرمالك عمي.
كرمالك انت وبس رح اعطيكم لبكره. وينه الياس؟ اكيد هو بيعرف ويني. خلي جره من شعره لهم وقال له حق السيدي بيقتلها بايدي هون. والله انا ما عم بفهم كيف فيك تعيش بلا نوم. يمكن حتيرت ماني بحاجه لنوم. بالعكس اسم الله بعدك شاب بتجني. صباحو. صباحو. صباح الخير. جاهزه مبين؟ اي ساعه وعيتي؟ عايده في تليفون قريب من هون؟ في بس بعيد شوي. ناصر بيعرف وين. ناصر فيك تدلني؟ بعيد عليكي. ضروري هالتليفون هلا؟ ايه بدي احكي مع احمد قبل ما ينزل من الضيعه، بدي وصيه على شيء. طيب انا بوصلك. عم عزبك. شو بدي اعمل؟ مكتوب علي العذاب بيناتكم. تفضلي. ياس رايح تفتش عليها؟ ليه؟ يرضى عليك لاقيها بسرعة وجيبها على البيت قبل ما ننفضح. يا جرستنا من الآخرة. ألو؟ مرحبا، ممكن احكي مع احمد؟ احمد؟ مين بيريده؟ كريستينا. لحظه لاقول للصبي يروح يعيط له. حمودي؟ حمودي؟ مرحبا عمي. اهلين عمي. احمد هون؟ احمد بعده نايم. شوفي له تليفون عنا. مين بده اياه؟ امي قالت لي من كريستينا. روح قلها منه. لا اوعى. ام احمد روحي انت احكي معه وخبريه انه اليوم كتب كتابه. ولك شو قصتك يا فايق؟ مع اساس بدنا نخبي؟ ما بدنا نخبي على حدا شيء. روحي خبريه بسرعه مثل ما عملك. وبركه تركت كل شيء واجت. ام احمد تيجي لبين ما توصل لهون ويكون كتب الكتاب وخلصنا. وهيك بتيجي بتشوف بعينها وبتفل. البنت عندها من نفسها كتير، ما راح تقبل بضرها. يعني هيك بتفل ومنخلص. روحي يا محمد روحي. ألو؟ ألو؟ مرحبا. فيني أحكي مع أحمد؟ أنا أمه. أنا كريستينا. أهلا كريستينا، كيفك يا بنتي؟ ما تبخزيني بس أحمد نايم، طول بالسهرة مبارح. كنا عاملين له عشاء وسهرة. أكيد أكيد، الحمد لله على سلامته. لا مش عشان هيك، كنا عاملين له سهرة عرس. إن شاء الله عقبالك. عرس؟ لمين عم يتجوز؟ أحمد. بعد شوي كتب كتابه على بنت عمه سوسن. أحمد ما له غنى عن بنت عمه وهي ما له غنى عنه. ألو؟ ألو بعدك معي؟ كريستينا؟ ألو كريستينا؟ شو بك الياس؟ كتير عم بتفكر وكتير مهموم. عود ارتاح واشرب العصير. كتير في مشاكل، هيدي المشكلة الأساسية. هلا بس ترجع سنة تنسى كل المشاكل وبيضحك وجهك. قولك كريستينا رح تطول؟ هيا سدات القصة على الآخر. مش يمكن عم تكذب؟ ليش بدها تكذب علي هيك كذبة؟ لا قولك. طيب عدوك عنه مثل ما قالك عم يعملوا معي.
راس رح ينفجر. روقي كريستينا روقي. قالك مزبوط كتب كتابة قلنا عم بتكذب. كريستينا طلعي شوفي وتأكدي. ما في أطلع. كيف بدي أطلع؟ إذا مزبوط بموت. آخ آخ. إجت سوسن فوتوه على أوضة خلود لتنبرس. إيه فيه أسألك سؤال؟ طبعا. مش على أساس أنت بتحب كريستينا؟ بلا. وكيف عم تتجوز سوسن؟ شو عم تعمل؟ عم ضب كتير. ليش لوين رايح؟ مش أنا رايح، هن رح يخدوني. كريستينا أكيد رح ترجع. كريستينا راح وما بقى رح ترجع، وأنا قريبا رايح كمان. وبترتاحي مني تريز، وسيسين كمان بيرتاح مني. سكوت عبدالله. هيدي الكنز مشوي، وأنا بحبها كتير وبدي أخدها معي على المستشفى. تغسلي لي إياها تريز؟ أنا السبب بكل شيء صار. أنا اللي خليتك تعصب وتظهر من هون معصب وتفش خلقك بعمك وتضربه. أنا اللي حكيتك حكي مأذي. ليش ما خبرت حدا عني؟ ليش لهلأ بعدك عم تستر علي يا عبدالله؟ ليش؟ لأني بحبك. ليش مستغرب إن عم تستر عليك تلات؟ إيه إنتي ما بتعرفي شو الحب؟ إنتي ما حبيتي ولا مرة بحياتي، مش هيك؟ بترجاك عبدالله سمحني. مين اللي معروف بتغسليني يا كنزي؟ مش بس جيتوا معي سيارة، معي هبوسة مصاري كمان. مين؟ شو بكون مثل القعد بعزة خير؟ مين مات؟ كريستينا تلفنت على ضياء أحمد وحكيت مع أمه وقالت لها أمه إنه اليوم كتب كتابه على بنت عمه. كذابة. مالك مش كذابة. كيف بدي أعرف؟ رح جن. تطلعي لعنده على الضيعة. أعوذ بالله، كيف تطلع لعنده على الضيعة؟ شو هالبهدلة هيدي؟ ليه بهدلة؟ لازم تطلع تشوف بعينها شو عم بيصير. خلص مش عرفكم، أنا راسي رح بيجي ما بقى أتحمل مشاكل. شوفوا أنا.
عمي هالوجه الحلو قبرني. ورد عمي انا كتير مبسوطة. قبلك احمد مبسوط مثلي؟ اكيد. مشي نطلع لعنده. يلا مشي يلا بتشوفي بعينيك. اذا مزبوط تطلع بعيونه بتقولي له انت واحد خاين وكذاب، واذا مش مزبوط تطلع بعيون امه بتقولي له انت واحدة كذابة. يلا مشي. خايفة من شو؟ خايفة امي؟ يلا نطلع انا وياك ونرجع بدون ما حدا يشوفنا وحياتك. يلا كريستينا انا معي سيارتي وبعرف سوق كتير منيح، ما تخافي. يلا يلا صار لقلك. الحمد لله. حبيبي يا حبيبي. بفهمك، انت حاسه انه الخبريه صح ما هيك؟ ايه، حاسه انه الطريق تجوزها، حاسه انه استسلم. طب مش هينه؟ مش هينه اللي عم بيعملوه عيلتي وعيلته فينا؟ ليش؟ ليش يا الله ليش؟ انا شو عملت؟ ليش؟ ليش هيك عم تعمل فينا؟ يلا كريستينا يلا سنة بدي اشوفه، لو شو ما كان عم بيعمل بدي اشوفه.
يلا. شوف عروستك ورقصها. رقصها؟ هلا بدي رقصها؟ مش على اساس عشية عاملين العشاء؟ ايه امي عشية، بس نقعد من هلا لعشية حاطين ايدنا على خدنا؟ بدنا ننبسط، بدنا نهيص، نحن مش بعزة، نحن بعرس. ولا ما عتعرف اذا انا بعرس او بعزة. ولك اسكت اسكت يا امي، نحن بعرس، عرسك انت وعروستك احلى عروس، هيدي بنتنا، نعرف أصلة وفصلة وماضية. قوم تقبرني، قوم يا حبيبي. طيب امي روحي لاحقك.
رايحين لعند عايدة مش هيك؟ لوين بدنا نروح لكين؟ عايدة بيت الجمعية. عايدة خلص أنا صرت منيح. شو صحيحك أحمد؟ خوفتنا عليك كتير. تشويبي أكيد تشويبي. إيه بده يكون. فنتفي وبرتاح. بدك اتركك وحدك تتنام؟ يا ريت بس تقدر اسهر عشية. طيب انا رح اكون مع مرت عمي والكل برا. طولت جوا شغلت لي بالي. بالعكس الكنيسة المطرح الوحيد اللي ما بيشغلوا البال. جريس في ضياع بوجهك. شو بك فضفض لي انا عمتك. عمتي أنا وصغير بحس إنك أنت وعمي طانيوس بتقرب ولاد عمي روكز أكثر ما بتقربوني. من أنا وصغير بحس إنكم بتحبون أكثر ما بتحبوني. يمكن لأنكم ما بتحبوا بي. شو هالحكي هيدا؟ بيك خيي. هلا شو خص هيدي بهيدي عمتي؟ هيدا الحكي بلا طعمه. وانا ابن عمها لكريستينا واخواتها هني اقرب الناس لها. تركتنا كلنا وراحت مع واحد غريب مش معروف اصله ولا فصله. بتحبه. قل شو؟ بتحبه. وانت كمان حبيت بولس وتجوزتيه وما حدا كان راضي عنه وما سألتي عن حدا. لأني حبيته. لأنه بحبني. حبني من كل قلب. تعرف من وقت اللي تجوزنا وأنا عم تعذب وجرب جيب ولد. عم تعذب والله مش عم يطعمني. هو قد ما بحبني ولا مرة هتنا بكلمة واحدة إني ما عم بقدر خلف. مع إنه هو المتضرر الوحيد. بالعكس كان يخفف عني. بيقول لي أحسن وبلاهن وأريح وما بدي ولاد. كله لأنه بحبني ما بده يجرحني. بينما أخواتي بيك الله يرحمه وخي روكس كل ما أتواجه معهم أو نوقف بوج بعض على شي
بهتوني، بقولوا لي ما بتجيبي ولاد، وبيجرحوني بالكلام وبيأذوني. وهودي شو؟ اخواتي من لحمي ودمي، بس ما بيعرفوا يحبوني. بولس عارف يحبني، حبني من كل قلب، عشان هيك بحبه اكثر من الكل. يعني قولك عمتي، قولك انا ما عم بعرف حبها مثل ما احمد بحبها. جريس، انا ما بعرف انت قد ايه بتحس لها بقلبك لكريستينا، ولا بعرف احمد، بس بعرف شيء كتير مهم، ان كريستينا بنت حساسه كتير وشفافه وبتنجرح بسرعه، وانت جيت بتصرفاتك كنت مادة وقاسي معها. تصرفت مثل ميك الله يرحمه كيف كان يتصرف معنا كلنا، دزيت العيلة وهربت منك. وأنا أكيد أنه حتى لو ما تجوزت أحمد مش رح تتجوزك جريس، لأنه براسا انكسرت صورتك. أنا بعرفها كتير منيح. تعرف شو المشكلة عمتي؟ إنه الحرب صارت مفتوحة بيناتنا، ما حدا منا قادر يتراجع. صرنا يا قاتل يا مقتول. جريس، كل في يغير الغلط ويقيم الحقد اللي بالقلب. اسأل يسوع، يسوع بقلبك، هو بدلك على الصحيح. بيتجوز. معقول؟ مش معقول؟ يا واطي يا أحمد، عملتها؟ عال يلا طلعت منه، خليها تنام وترتاح ونرجع على البيت ونخلص من هالكابوس بقى. الياس، أنت أكيد إنه كريستينا بترجع معك على البيت؟ شو قصدك؟ كرمال مين ضبط تيابها وإجت لهون؟ كرمال أحمد، أحمد تجوز هلا، بطل في أحمد. ما بعتقد. اختك ما ضبت اغراضها واجت لهون بس كرمال احمد. كرمال مين لكن؟ ما بعرف، يمكن انا عم اتفلسف شوي. بدك وصلك على البيت؟ لا، بدي انطر كريستينا لتوعى بروح انا وياها. لكن تعا معي هلا، تعا تعا نقعد نحكي، القصة كلها تغيرت هلا. تنامي شوي. انت عرفتي شو شفت؟ عرفت من شكلك وعيونك، عرفت شو شفتي. طب وليش عمل هيك؟ اكيد في اسباب كبيرة. احمد بحبك كتير. احمد انسان ضعيف، من اول ما حبيته عرفت قد هو ضعيف، مش هيك طول عمرك تخاف منه من ردة فعله. يعني الشاب المسلم بيقدر يتجوز أكثر من مرة بذات الوقت. شو يعني؟ إنه بيجي يتجوزني ويتجوز مرة غيري؟ ما تفهميني غلط، أنا أكيد مش هيدا اللي بده إياه أحمد، بس ظاهر إنه وصل لطريق مسدود مع بنت عمه، وفكر إنه إذا بيتجوزها هلأ أحسن ما تكبر المشاكل أكثر، وبعدين بشوف شو الحل اللي. خلص عايدة خلص، هيدا منا حجة، عم تكرهيني فيه أكتر. هيدا لأنك مش عم تستوعبي اللي عم بقلك إياه.
ليه عامل فيي هيك؟ ليه خليني حارب الدنيا كلها كرماله وزتني بنص الطريق؟ بكرهه، بكرهه لأحمد، بكرهه. قتلني، امبارح نزلت على البيت لقيت امي واختي فايلين على المطار، عطوني مفتاح البيت ومفتاح السيارة. نمت هونيك واليوم الصبح رحت على البنك ولقيت خبوسة مصاري، سحبت نصهم يلي كمان خبوسة وحرزانين كتير، وقررت بلش بالمشروع اللي رح يعمله احمد هون. اشتريت كل المعدات وكاميرتين، وعملت ارمة كتير كبيرة كتبت عليها نريد عمال للترميم، شو رأيكم؟ بنحطها برا وبنبلش بالشغل من بكرة. شو بنا؟ بدنا نضل هيك؟ خايف على كريستينا. إذا خايف على كريستينا روح قوية. سنة، كريستينا بدها إياكي. كيف صارت هلأ؟ بالويل. كريستينا ليه عم تبكي؟ خلص سنة، ما بلش تعطينا نصايح ما بتشبهني، أنا منهارة كتير. عن جد عم بسألك ليه عم تبكي؟ حدديلي. عم تبكي لأنه خايفة أنك تنجبري تتجوزي جيريس، ولا عم تبكي لأنك خايفة من ردة فعل العالم، ولا خايفة أنه أهلك يشمتوا فيك، ولا زعلانة وندمانة على كل تضحياتك، ولا عم تبكي من وراء أحمد؟ من وراء أحمد اللي خانك والليلة رح يكون مع وحدة تانية، حدديلي قوليلي. كل هول اللي ذكرتيهم كلهم بخلوني أبكي. هاك خلينا نحكي بكل وحدة منهم. قولي أنت عتليني هم شي أنك تنجبري تتجوزي ابن عمك جيريس؟ ما فيني اتجوز وما بحبه وما بحترمه كتير. طيب عتليني هم شي العالم شو رح تقول؟ اخر هم العالم. عتليني هم اهلك ايش ماتوا فيكي؟ ابدا. ندمانة على تضحياتك؟ مانا ندمانة على شي، كلهم عملتن عن قناعة. كتير منيح، شفتي؟ نص الاسباب راحة، كل شي باقي له علاقة باحمد. انت عم تبكي لانه احمد تركك ولأنه الليلة رح يكون مع وحدة تانية. طب هودي ما بيكفوا؟ أكيد بيكفوا، بيكفوا بيكفوا وكتار كمان، بس بيتعالجوا. كيف؟ أولاً ضروري أنك ما تتجوز ابن عمك جريس انتقاما من أحمد، لأنه بتكوني عم تنتقمي من حالك أنت، وأحمد بيكون ارتاح لأنه ما بيكون هو الوحيد يلي مغلط. تانياً كريستينا أنت لازم تقوي، لازم تقوي وتتحدي الكل وتتحدي التخلف والماضي كله سوا. ليش شفتيه من عائلتك كتير بشع من ورا حبك لأحمد وما لازم ترجعي له أبدا؟ شو لازم أعمل؟ لازم تبقي هون، لازم تبقي هون وتشتغلي معي. أنا تقريبا حضرت كل شيء. لازم تصيري مستقلة كريستينا، لازم توقفي على أجريك. أنا وياكي وعايدة ثلاث نسوين مسحوقين من المجتمع، مسحوقين من الماضي ومن التخلف كله سوا. لازم نجتمع وننجح، ما في إلا النجاح رح يرد لك ثقتك بنفسك كريستينا.
بحبه سنة، بحبه لك، وانا كمان بحبه للياس، بس مثل مني انا ما رح يمشي الحال، لا انا رح فينا اتعامل معه ولا هو رح فيه يتعامل معي، والست عيلة كمان بتحبه لناصر، بس مثل ما هني رح يتركها ورح ينزل على بيروت واكيد ما رح يمشي الحال. لازم نوقف على اجرينا لحالنا، ننجح ونكون مبسوطين لحالنا، وبعدين الحب بيجي لوحده. حتى انت لما احمد رح يرجع لك لازم يشوف انك صرتي وحده تانية. احمد خلص فل. لا 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 لا، احمد راجع، احمد راجع لانه بحبك كتير وما رح يقدر يعيش بلاك. مش حقدر سامحه. هلا بفهمك، هلا مثل منك يأسانة اكيد ما رح تقدري تسامحي، يمكن ما تقدري تسامحي حالك كمان، بس بكره بس تقوي وتنجحي يمكن تسامحي. السماح بده قوة، ما بده ضعف. بتضلني عايشة هون؟ أكيد بضل عايشة هون. أهلي ما رح يقبلوا. أهلك قبلانين إنك هون هلا؟ وصلك جوابي. قومي، قومي يلا، بدي أفرجيك الأغراض اللي جبتهم، حطيت نص ثروة بي بنهار واحد. قومي يلا. يلا. ياس رح يطلب منك ترجع على البيت، ما تقبلها.